الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله الملك الجبار معز المؤمنين ومذل الكافرين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لو بقينا نتحدث عن الشهداء لن نوفي حقهم ولن نلتقي لمنزلتهم أبدا. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا، وكما تعلمون جميعكم هي رفعة ومنزلة. كم هي رفعة ومنزلة الشهداء؟ فالشهيد يكون الله معه وملائكته يشهدون له بحسن نيته وإخلاصه، وإن الله يشهد له بالجنة والأمان من النار، وتشهد له الملائكة بحسن الخاتمة. والشهيد حي يرزق فيصطفيه الله ويتخذه عن سائر البشر. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ولي الفخر والاعتزاز بأن يكون ابني شهيدا وأنا ألقب بأم الشهيد. ولكن المؤلم في الأمر هو الفقدان. وأي فقد؟ فقد الابن. وفقد الابن هم كبير لا يعادله هم آخر. فلا أبالغ عندما أقول لكم إن بفقدي ابني وحبيب قلبي فاضل فقدت قلبي وبصري. فبفقدي ابني سرق الفرحة من لب قلبي، ولم تعد للفرحة في قلبي طريق، فالدمعة لا تجف من عيني أبدا. كلما مر طيفه الجميل أمامي ورأيت سلسلة الذكريات الخالدة تمر أمامي كل يوم وكل ساعة، فخياله لا يغيب عن ناظري. فبفقده ترك جرحا عميقا في قلبي ينزف طول العمر لا يداويه أكبر جراحا في الطب. ولكن أسأل الله أن يفرغ ويمن علينا صبرا من صبر قدوتنا ومولاتنا زينب، والله كفيل بأن يداوي الجرح الأليم. وفي ختامي أشكر جميع من شارك باسم الشهداء، سواء بكلمة أو بوقفة أو بمشاركة في مسيرة. وأشكركم أنتم أيها الحضور الكريم، أيها العظماء، أمهات الشهداء وآباءهم، أخوات المثابرات، شيخ المجاهدين له ألف تحية، إخواني وأحباب الثوار المرابطين في الساحات لهم ألف تحية وإكرام، والله حافظهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.